السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك نقاط مهمة سنتكلم فيها بإذن الله، حاولوا تشاركوا هذا اللايف، طلعوه للماكسيموم باش نتكلموا في الأمور الخطيرة اللي حنتكلم فيها. السلام عليكم، صباح الخير ندى تجان. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير عبد الله، شكرا. وعليكم السلام مراد، صباح الخير فيصل، يوسف بن دنيا، السلام عليكم. نعم، راح نتكلموا على الغاز الصخري، نقاط راح نتكلموا فيها مهمة جدا. نتكلموا على الغاز الصخري، وراح نتكلموا على راح نتكلموا أيضا على منصب مجلس رئيس مجلس الأمة الشاغر، وراح نتكلموا أيضا على منصب نائب وزير الدفاع الشاغر، ونشوفوا مدى خطورة هذا الأمر. ومدى بكم اللي عنده فكرة عن الموضوع يكتب لهنا باش يتعمل فائدة، والناس كامل تسمع وش وتشوف وتقرأ وتتوعى. ياسين، أسعد الله صباحك، شكرا. رشيدة بالعربي، وعليكم السلام. سليم الدين، صباح الخيرات، شكرا لك. تيراش، صباح الخير، صباح النور جماعة. عمير، شكرا لك. السيدة ندى، من فضلك لو كانت تنشرينا المنشور اللي داروا السيد شيخ جدي هنا باش يقراه الجماعة. خرج الحراك مرة أخرى بطريقة قوية، نظن باللي الأمور ماهيش مستقرة. احنا لحد الآن رانا نتسائل وش هي السياسة الحقيقية تاع الرئيس الجديد، ما لقيناش، ما فهمناش كل راوي يشير عليه بهذه هي القرارات، اللي هي قرارات في الحقيقة تطرح السؤال وبإلحاح. بالنسبة لقضية الغاز الصخري، راهو معروف انه الان في الفترة هذه هذا الغاز الصخري كان عرضته البرنامج تاع بوتفليقة، اللي كان مسير من طرف العصابة اللي راه في السجن، وكان يشرف عليه سلال بنفسه، في نفس الوقت كان مؤيده ويحيى دوما اللي في السجن على كل حال. ونظن ان الغاز الصخري في الوقت الحالي رايح يخلق نعرة كبيرة في الجنوب، وراح يخلق لنا تمرد في الجنوب. ومهما راح تقنعهم باللي الامر ماهوش خطير، ولا يجيب الخبراء، ولا ما رايحينش يستطاعوا. وهذا الغاز الصخري مادام تبناو الجماعة تاع الحراك المزعوم هنا وعارضوه، عرفوا باللي راهو فخ لرئيس الجمهورية باش يقلبوا عليه منطقة الجنوب. ولا كانت تمردت منطقة الجنوب وتقلبت على رئيس الجمهورية، فاعلموا أننا فعلا في خطر كبير. ماذا بكم تعلقوا على هذا الكلام، نهضروا نقطة نقطة، لأن الأمر راني نشوف فيه لا يطمئن. أنا نقول لكم باللي الأمر غير مطمئن، لأن احنا نتوقعوا أن نفوتوا في البرنامج نتاع الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة،
والجزائر راهي غنية بها، وإذا كان الغاز الصخري عبارة عن نعمة فمش وقته، ولا كان عبارة عن نعمة فالنعمة تبقى للأجيال. الآن نستعمل التكنولوجيا الرفيعة والطاقة النظيفة ونتعامل مع ألمانيا، لكن الغاز الصخري من بكري هو مطلب فرنسي. أنا مانيش راني نهاجم في القرارات سيد تبون، ولكن نوجه له تنبيه ونقول له راك راح تخلق لنا مشكل كبير 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 مع ناس الجنوب، وبالتالي ما تقدرش تتحكم في، احنا الآن رانا في الولايات الأخرين وخاصة في العاصمة، وراه راح يصرى مشكل كبير بينك وبين ناس الجنوب وما راح يحلوا حتى شيء. نرجو أنك تأجل الموضوع، أنت الغاز الصخري هذا مش وقته خلاص. نركز على الطاقات المتجددة النظيفة، ونركز على الفلاحة، ونركز على تنظيم التجارة، لأن احنا التجارة عندنا راهي خلطة كبيرة. الناس اللي راهي تسأل فيا على أمور شخصية، أنا نقول لكم نهار تجيبوا المعلومات نتاعكم من عند ناس محترمين ومصادر محترمة نرد عليكم. مادام راكم تتبعوا في الرعاع وتتبعوا في الناس اللي ما عندها حتى مصداقية وتافهة، فأنتم ما تستاهلوش باش واحد يرد عليكم. احنا نردوا على الناس المحترمة اللي تاخد المعلومات من مصادر محترمة. الناس اللي تاخد معلومات من مصادر غير محترمة وليست لها مصداقية، ومن مصادر خائنة وعميلة لقوى أجنبية ضد الجزائر، هادو ما يستاهلوش الواحد يرد عليهم ولا يشرح لهم. ولهذا ما راح نهضر حتى حاجة، وهادو الناس يخرجوا من الصفحة نتاعنا وما عندهمش كلام معنا. نرجو إلى قضية واحدة أخرى اللي هي خطيرة جدا، وهي قضية منصب رئيس مجلس الأمة. احنا نعرف كل باللي في الدستور الجزائري ان رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني، وفي حالة غياب رئيس الجمهورية يحل محله إلى غاية انعقاد تنظيم انتخابات رئاسية. لكن المشكل الآن ما عندناش رئيس مجلس أمة، شكون اللي رايح في حالة ما لا قدر الله كاش ما يصرى لرئيس الجمهورية؟ وده كل شيء وارد، والموت أقرب شيء للإنسان، إنسان ماشي فعل، ولكن الناس تعمل الاستشراف وتحضر القوانين نتاعها وتحضر المناصب نتاعها باش تتعرض باش تجابه كل طارئ، والموت عبارة عن طارئ. يعني رئيس الجمهورية هذا كاش ما يصرى له، شكون اللي رايح ينوب مكانه عن ويحضر لرئاسيات جديدة؟ هذه نقطة. إذا بالنسبة للمؤسسة الرئاسية راهي ما عندهاش منصب الاحتياط، ما كانش. إذا رانا في الفراغ الدستوري. النقطة الثانية واللي هي خطيرة وخطيرة جدا أيضا، أنه ما عندناش نائب وزير الدفاع. كي يقعد ما عندناش نائب وزير الدفاع، معناتها انه وزير الدفاع لما يغيب، اللي هو في القانون وفي الدستور الجزائري والنظام الجزائري هو رئيس الجمهورية، لان رئيس الجمهورية هو نائب وزير الدفاع، هو وزير الدفاع، لكن منصب وزير الدفاع ما كانش. يعني غدوة لا قدر الله كاش ما يصرى لرئيس الجمهورية بنهارنا ما عندناش القائد الاول نتاع المؤسسة العسكرية. فضلا عن ذلك ان قائد الاركان الحالي باغ انتيغيم، يعني بالنيابه مش مرسم. يعني زوج مؤسسات اساسيه وهي الركائز نتاع الدوله، للزوج ما عندهاش الروس نتاعها، اللي هما الراس نتاعها هو رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، والنواب نتاعو ما كانش. النواب نتاعو يا جماعه ما كانش، وراهم يديرولنا في الدربيكه هذه. وشوفوا مليحه، شوفوا الزنادقه اللي وراء البحر هذوك، راهم يهضروا واللي حركوا في الشارع اللي هنا، راهم يهضروا غير على الغاز الصخري، وداروا منه قضيه لانه رايح يدير فجوه بين الرئيس والشعب وخاصه جنوب الكبير. يعني بصح القضيه نتاع نائب وزير الدفاع ونائب ورئيس مجلس الأمة ما رمش يهضروا عليه، لأنه هذه تخدمهم هما، تنفعهم هما، مدى بيهم، لأنه غدوة كش ما يصرى لتبون
شكون اللي كان يتصور انه الجيد صالح يموت في الفتره هذيك وبالفجاه هذه فجاه. كذلك قد تحدث التبون، وبالتالي غدوه كيموت التبون لا قدر الله، شكون راح ينوب عنه؟ لا في المؤسسه العسكريه ولا في المؤسسه الرئاسيه، يعني كارثه. وهما ما يهضروش على الموضوع هذا لان هذا يخدمهم ورايح يديهم الى نفس المطلب نتاعهم الوحيد والرئيسي اللي هو الفترة الانتقالية اللي هما يحكموا فيها. ربي يخليكم ان شاء الله، بارتاجي وتعيشوا هذا البت. والله احنا الانسان يقول نسكت ما نهضرش، بصح من بعد يولي تغيضوا البلاد ويغيضوا الشعب، وكاين ناس مازالت ماهيش فاهمة، والامور هي خطيرة وحاطين بلي الحالة راهي تحلت، ما تحلتش تعقدت، راهي زادت تعقدت. هذا واش نقول لكم بالنسبه ل كاينه نقطه اخرى مهمه لو كان ذكروني بها تروحوا للجنه، راهي امر خطير تاني يتعلق بالتعليم على ما اظن. انا كنت نظرت على نقطه نتاع صيانه السيارات المستعمله وقلت لكم احنا ما عندناش رقابه، وراحه تولي خرده كبيره هنا في الجزائر، تولي المزبله نتاع لو كان ما تكونش الامور مضبوطه. شيء يعني ما اكتبوا لنا الردود نتاعكم من فضلكم هنا. تافهين تافهين تافهين، عييتونا بالتفاهة نتاعكم. احنا رانا نهضروا على امر وهما يهضروا على امر واحد اخر، ياخذوا معلومات خاطئة من مصادر، حاطين روحهم في حولة راهم دايرين حالة. يعني الحق ولا ساعات نقول لو شي صرا، يعني عندهم كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. الراجل اللي كان حامينا وكان حامي بلادها وداه ربي، لانه على باله باللي احنا ما نستاهلوهش. بارطاجيو الله يستركم، بارطاجيو. اللي يحب تبون لازمو، اللي يحب تبون لازمو يعاونو بالنصيحة والتنبيه. منصب رئيس جمهورية في وخاصة في ظروف كما هذه ماهوش سهل يا جماعة، ولا استراتيجي نتاع الأمريكان راهي القوة الفاعلة في العالم هي المال والإعلام والاعتماد على اللدين، ما كانش الديانة، قالت ما كانش الدين. فهموا مليح يا جماعه بلي كاينه قوى خارجيه عظمى دوليه راهي تسيطر على كل الدول، انتبهوا. مهم انني بلغتكم. هذا الاخ كاسر اللي يقولك اش دي، هذا يقولك انا مع تبون كما يقول نقول. اللي يحب تبون ينصحوا، اللي يحب تبون يعاونوا في التفكير، واللي يحب تبون لازم يصالحوا ويقوموا. شكرا اخ رشيد يعقوب. نقطة اخرى حابة نكلمكم فيها، كاين بزاف بزاف ناس راهي تتصل بينا وراهي قاعده تنخرط، ولكن الناس راهي مقلقه وتقولك احنا لازم نهضروا مع السيده الرئيسه. العدد كبير يا جماعه، سمحولي سمحولي سمحولي،
ما نقدرش نهضر مع العدد هذا كامل، كاين عناصر تاع الحزب راهي ترد عليكم، وراو كاين لي زادمن نتاع الصفحة في البريد راهم يردوا عليكم، وتاخذوا ياخذوا المعلومات نتاعكم بعد يتصلوا بيكم، واللي ما لحقوش الدور باش نتصلوا به الغالب قلت لكم عدد كبير وكبير جدا، فما لازم تقدرونا. وكي نبعتوا واحد ولا جماعة كي يتصلوا بينا نبعتوهم للولاية باش يتكلموا مع الممثل تاعنا في الولاية، يروحوا له هذوك الناس نتاع الحزب وهذوك اطارات تاع الحزب وراهم مسؤولين تاع الحزب. الحزب ما فيش شخص واحد، ما فيش غير نعيمة صالحي. فهمتوا؟ فما كان لاه نبقاو نضيعوا بعضنا ونقولوا نلوموا على بعضنا وعلاه وكيفاه وما عيطتوناش وما رديتوش علينا. كاين ناس يقول لك انا يا لازم نهضر مع سيده صالحي تفهمني في الخط السياسي تاع الحزب والاهداف، يعني كل هضره هذه كل هضره ما فهمتش. تدخل الصفحه تشوف لي لايف، تشوف اللقاءات الصحفيه، تشوف المناشير، تعرف الخط السياسي تاع الحزب باينه. لكن تسمح تنزيد نشرح لك انت وحدك، انا ما نقدرش نهضر لكم بكل صراحه، اما نقدرش وخدمت بزاف وتعبت بزاف، وعدد هذا جيب اي انسان عادي يمدلو العدد هذا يرد عليه ما يقدرش، خلي اللي عنده مسؤوليات كبيرة بزاف. هادو الناس اللي يخافوا يقول لك انا نخاف نبارطاجي يسبوني، يسبوك خايف من السبان، مازال نهار ياكلوك بالفرشيطه صح كما قالوا. وما تنساوش باللي الغنم اللي تخرج على القطيع راه ياكلها الديب، ودرك كل مره يجبدوا شات وحدها ياكلوها، واللي يظن باللي الخطر راه يحوم عليا انا برك على العائله تاعي راه غلط. المشكله راه مش مشكله اشخاص، أو مشكلة قضايا وبرامج. حنا عندنا برنامج نوفمباري نعتمدوا على بيان أول نوفمبر، نعتمدوا على الثوابت الوطنية وهما ضدها، إذا هنا راهو رايحين حرب بين قطبين، فما رايحينش يقضيو غير على نعيمة صالحي، ولا راح يقضيو على كل واحد يتبنى هذه الأمور. والناس راهي تعبانة بزاف بزاف، وراهي زعفانة، وراهي شايفة روحها باللي راهي محقورة. واني قلت لكم المره اللي فاتت في الدراسات انتبهوا وناقشوا على النقاط نتاعكم واللي يردوهم لكم يا جماعه. راهي كاين تنظيمات طلابيه راهي انفيزيا الناس اللي حابه تحطمهم، وراهم دايرين كونفونسيون واتفاقيات وفي الكواليس مع الاساتذه، قال حطم هذا حطم هذا حطم هذا حطم هذا. انا راني نبهتكم وراني دائما نتكلم لكم اشياء من الواقع. نفس الشيء بالنسبه للوظائف، وشكيو ما تخافوش، اكتبوا دايما، تكتب للمسؤول الاول تاعك، وتكتب للمسؤول المؤسسه، وتكتب للوزير تاع الوصي او الوزاره الوصيه تاع القطاع تاعك، اكتبوا ما تخافوش اكتبوا. كي ما تكتبوش رامي يوالفوا بلي راكم بلي راكم هو الاخر بلي راكم ماكوش فاهمين حقوقكم وتلقاو روحكم ضايعين. الاخ شوقي عادل باسط يقول نائب وزير الدفاع شنقريحة، ولو قدر الله توفي الرئيس يبقى نائب القائد الاول للجيش. ما نظنش هادي راح يكون كفراغ. اللي يتبع السفهاء هو سافه، وبالتالي ما عندوش حق يقعد في الصفحة تاعنا. حنا نهضروا في مصالح البلاد، وناس تشوف الربيض استغفر الله استغفر الله، والله الواحد الهضره تروح له. ما ديرها
ربي يكون جاي يحمي بلا شي وسائل في الارض، ما يقول لناش ديروا حكم وديروا خليفه وديروا رئيس وديروا، ما تبداش تخلطوا في الناس وما تبداوش تفهوا في الاسلام. الاسلام من بكري فيه حاكم في البلاد، ربي يحمي 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 ربي بالامر نتاعو بالاعانه نتاعو، لكن لازمنا الوسائل، لازمنا الحاكم ولازمنا الوسائل والعده والعدد ولازمنا لا استراتيجي ولازمنا. فمن فضلك الاخ امير ما تبقاوش تديروا في هذا الكلام اللي راكم تغندفوا فيه في الناس. شنو التافه هذا اللي راه يحل في فمه هنا؟ حنا نهضروا في قضايا امه وهو يقول لك انا عارفك وما نعرفكش، تعرفني وكي تعرفني وش يعني؟ الاخ فواز حلمات قلت باللي هناك شهور في مؤسسات الدوله فيما يخص مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة ونائب وزير الدفاع، هذا شغور خطير خطير جدا. وفي حالة ما كاش ما يصير رئيس الجمهورية حنلقاو روحنا في شغور حقيقي. يعني سعيد البز قدمنا له عدة نصائح لكن لم تأخذ بعين الاعتبار، لما قدمته الأخ كتب لنا احنا عارفين انه اي طاقة باطنية ولا اي طاقة طبيعية راح تكون فيها خير للبلاد اكيد، ولكن قلت لكم الفترة هذه بدات راهي فيها حساسية كبيرة، وجماعة استغلوا هذا استخراج الغاز الصخري ضد رئيس الجمهورية وقلبوا عليه ناس الجنوب. يا جماعة لازم كل حاجة تكون في مكانها، الان نبداو بالطاقة المتجددة. طبعا هناك خبراء، لازم يعتمد على خبراء نزهاء، خبراء نزهاء. ونظن انه شيتور هذا اللي راه وزير الان هو واحد من الناس اللي كان ضد استغلال الطاقه الغاز الصخري، يفهمنا ويفهم رئيس الجمهوريه. المهم اي واحد يتبع السفهاء وينقل الكلام تاعهم عندنا هنا رانا نبلوكيوه ديريكتومون. حنايا الصفحه تاعنا راهي تاع ناس واعيين وناس نزهاء، السفهاء عندنا ما يدوروش. شكرا رشيده بالعربي. انا حطو مليح في راسكم باللي لايف تاعي كل راهم يوصلوا رئيس الجمهورية راهو يسمع. شوف زينو بوس هذا يا يعني كان تحب تنشط في حزب العدل والبيان، ولا كان تراك من واد زناتي من قال ما رانا عندنا مكتب محترم وعندنا قيادات وطنية وولائية في قال ما تقدر تتصل بهم. تصل بالأخ رفيق نقايقي والأخ عزوز سعيد وهما كيشوفوك لهنا يتصلوا بك.
المهم احنا ماناش ندخلو دركا، انا ماناش خبراء، انا شخصيا مانيش خبيرة في الغاز الصخري، احنا خدينا الخبراء واش قالوا، لكن نهضر على الجانب السياسي انت استغلال الغاز الصخري، وشفت المشكل اللي صرا في الجنوب وراح يكبر هذا المشكل، ونظن راهو من داير باش يعرقلو رئيس الجمهورية العمل نتاعو، ومدى بيا يتحقق من الناس اللي يشيروا عليه بهذه الامور. الصوت تاعك تقدر توصله عن طريق هذه الصفحة، راه يوصل، اكتب كما هكا يوصل. وهذا الأخ اللي قال خليفة محمد، قال أستاذة الكريمة كيف نلحق صوتنا إلى الرئيس عبر أي وسيلة؟ صوتنا غير مسموع. أستاذة الكريمة نعيمة، كيف نلحق صوتنا، نلحق وكيف يصل إلى السيد عبد المجيد تبون بأي طريقة؟ بارك الله فيك. طبعا وسائل الإعلام راهي مغلوقة على الوطنيين، ما عليكم غير انكم تستعملوا هذا المنبر باش توصلوا الاصوات نتاعكم او بعض الصفحات اللي هي ايضا ذات التوجه نتاعنا. الاخ فواز حلمات، احبك في الله الاخت نعيمة، احبك من احببتني فيه. شكرا اخ فواز. سعيد الباز، نعم، احنا ولدي الدستور ماشي قريناه، برك الدستور انا عاودنا كتبناه. شوفوا اي واحد يسألني على التافه هذاك، تافه الفاسق، اي واحد يسألني على اي معلومة جات من التافه الفاسق هذاك او اللي كيفو، راني نبلوكيه طول، نهضرش مع السفهاء انا. عندك سؤال في الموضوع المهم الوطني؟ مرحبا. يا سي كاسر، انا على بالنا بلي قال هكذا، وفي الحصه اللي درتها في ترو نيوز قلت بلي راهو راعى المنطقه العمرانيه وراعى انه يحافظ على نابدو، لكن هذا الكلام ما رايحش يقتنع به ناس الصحراء. باش يكون في علمك الفتره الحاليه راح تخلق نعره كبيره وعداوه بين رئيس الجمهوريه وناس الصحراء. هذا الكلام اللي قلته، انا تكلمتش على الجانب الاختصاصي
والتقني اللي يعرفوه الخبراء خليهم هما يهضروا فيه، انا نهضر على الجانب السياسي. ياسر رشيد يعقوب، هذا هو الكلام اللي نهضرو فيه احنا. يفهمنا رئيس الجمهورية علاش لحد الآن ما كلم رئيس مجلس أمة ولا نائب وزير دفاع، احنا نعتبروه شغور دستوري هذا. في حالة كاش ما يصرى له حالة هو حينرجعو لحكاية المطالبة بالفترة الانتقالية والشغور وكذا، ومشكل كبير. طارق العربة، بارك الله فيك أخي، راك إنسان ما شاء الله. عاود بعت لنا المعلومات نتاعك في البريد الخاص فنعاود نتصل بك بالهاتف. الأخ عبد الحكيم، فرخة اطمئن، كل كلام نقوله يوصل رئيس الجمهورية. هذا درك درك كما راني نهضروا بعد يوصلوه يشوفوه هو بعد، ما تكسرش راسك. طبعا لأن حرب المياه، الحرب العالمية الثالثة هي حرب المياه يا جماعة، ومن ضمن الأسباب اللي خلات الأجانب يكسروا القذافي هو لما دار النهر هذاك باش يوفر الماء ليبيا، فالتم لي نهر كبير، وبالتالي هو هذه من الأسباب اللي خلاتهم يقضيوا على ليبيا. راني قلت باللي الناس الجنوب الان راحين يستغلوهم الجماعه اعداء الوطن ويحفزوهم، يقولوا لهم باللي راكم مضرورين ورايحين يديروا لكم التنقيب اللي هنا على الغاز الصخري وكذا كذا. ولهذا نطلب من رئيس الجمهوريه انه يراعي هذه الهبه اللي راح تكون من الجنوب، ولازم يأجل الموضوع هذا حتى تتضح الامور وحتى يقرر الخبراء. فالقرار السياسي هنا راهو خطير خطير، راح يشق البلاد. وهذه هي السياسة اللي قلت لكم، أو البرنامج المخطط لتقسيم الجزائر إلى 5 مناطق. فالجنوب الآن يكون يطلب بالانفصال، والمنطقة القبائل تطلب الانفصال، والغرب يطلب الانفصال، والشرق يطلب الانفصال، والوسط يطلب الانفصال. احنا رانا الآن في موقع خطير جدا، وضع خطير جدا. ولهذا أولا نطلب من جماعة الجنوب أنهم يتعقلوا وما ينساقوش مع، ويشوفوا من يمثلهم ويروحوا يكلموا رئيس الجمهورية بنفسهم، وأيضا كل الجزائريين، وأيضا نتكلموا مع رئيس الجمهورية ونقولوا له باللي الآن يركز لنا على الطاقة المتجددة النظيفة، ويخلي قضية الغاز الصخري هذه إلى حين حتى يفصل فيها الخبراء. نسيم عبد اللاوي، ابعت رسالة في البريد نتاع الصفحة هذه نجاوبوك. زينو، إذا تحب تنشط في الحزب ادخل ابعت معلوماتك في البريد. طبعا احنا دايما نعمل على الدستور، عندنا مدونة ممتازة باش نقدموها. الاخ رؤوف من بسكرة، مرحبا بك واهلا وسهلا، وادخل البريد نتاع هذه الصفحة وبعث لنا المعلومات نتاعك باش نتصلوا بك.
محسن مجيب، إذا كان السؤال تاعك في الخاص عنده أهمية ويتعلق بشأن العام نجاوبوك إن شاء الله. عاود بعتو. زينو شلبي، مرحبا بك سي رابح. تكلم على رابح ظريف، أنا ما نعرفوش فبالتالي ما قدرش نتدخل، لكن من باب ازدواجية تطبيق العدالة نظن باللي اللي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وسب رموز الدولة والمجاهدين و يستاهل يعني انه يتعاقب، المهم طبقوا القانون على الجميع. يا سي بوديبة، يا زهير يا زهير، هذا الاعلام راهو تعم عليه صدقوني. روحوا شوفوا الناس الوطنيين اللي عندهم الاموال، اتصلوا بيهم وطلبوا منهم انهم يخرجوا شوية من الاموال نتاعهم باش نديروا قنوات وطنية. الاخ ولد غنيوي هذا لامين من واد سوف، مرحبا بك. انا نعم، حتى بالنسبة للصحة، صحة مريضة ومسيطرة عليها جهة دون الآخرين، يعني روحك في يدهم. شوف يا سيدي وهير، شوف اسمعني مليح، انا راك تسمع فيا ويسمعوني الاخوه الاخرين. ما تقدرش تدخل لدار واحد وتقول له ارواح نبدل لك فيها ونغير لك فيها. الاعلام راهو خاصه ماليه، ناس راهي تمتلك هذا الاعلام. ما تقدرش تجي دوك تفرض، هو عنده ما يسمى بالافتتاحيه سياسيه نتاع القناه نتاعو، هو ماشي في التوجه نتاعو ودار مؤسسة إعلامية على هذاك الأساس. ما تقدرش تجي نتايا تقول له أنا ندخل لدارك القناة نتاعك اللي هي ملكك ونمشي لك الرأي نتاعي. روحوا ديروا القنوات نتاعكم، روحوا لأصحاب الأموال الطائلة اللي عند الجماعة نتاع الوطنيين النوفمبريين والعرب والشاوية وكامل، يروحوا يديروا توارق وكل والشلوح، يروحوا يديروا القنوات نتاعهم، يديروا قنوات إعلامية ويخرجوا صور اللي دافنينهم تحت لي كاف. هاني نقولكم شوفوا. انا ما تهمنيش ارتفاع المشاهده بقدر ما يهمني اللي يتبعوني يكونوا من النخبه وفاهمين واش راني نقول، هما بدورهم راح ينشروا الكلام. انا رابح ظريف ما نعرفوش يا سي زينو، ما نعرفوش. انا شفت له منشورات من قبل كان يدافع على ميهوبي، وميهوبي راح للمعبد، ميهوبي راح للمعبد وقدم له الورود. يا اخي اسمح لي، انا ما نقدرش ندخل في حاجه مانيش فهمتها ومانيش عارفتها. هذا ما كان كل ما في الامر، كي نفهم الساعه كيفاش نقلب من تأييد عبادة المعبد الى ضد، نفهم الساعه باش نقدر ندافع عليه ولا لا. لا صباح النور اخ جابا عماد، وش حوالك؟ ان شاء الله تكون بخير. اعطينا رايك في الموضوع فيما يخص شغور منصب نائب وزير الدفاع، فيما يخص شغور منصب رئيس مجلس الامه،
والغاز الصخري والهبة اللي ناضت والتحريض على رئيس الجمهورية فيما يخص هذه النقطة، خاصة الآن استنفار منطقة الجنوب. أهلا أخ جلال هديل، السلام عليكم. ليبرتي أبسوليو، شكرا. اللي يحتاجنا يدخل للبريد، راهم كاين اللي يردوا عليك، وكي يلقاو موضوع مهم راهم يحولوه لي مباشرة، وراني نتصل بالإنسان أنا شخصيا. اللي يتصل بلا ما يعطينا الموضوع تاعو رانا ما نقدروش نتصلوا به، اللي ما يعطيناش المعلومات نتاعو ما نقدروش نتصلوا به. لا يا أبو ديزو، ما طلبتش أنا استزار عمري ما طلبته، بل رفضته في أكثر من مرة. ايه الاخر سقساني قالي وشي من جهه اللي راهي مسيطره على الصحه، الا ما على بالكش غير ما تروحش تداوي. رشيد حاج سعدي، شوف اي انسان يسمع للسفهاء احنا ما نقدرش نردو عليه، نبلوكيوه ما يبقاش معنا في الصفحه. هشام مالك كولو، صباح الخير. ابو ايوب، صباح الخير ابو ايوب. المهم هذا مكان نظن ننهي الآن هذا البث، وحاولوا تنشروه عند الأصدقاء، يعني لأنه خاصة احنا ماذا بينا ينتشر الوعي، واللي عنده فكرة يضيفها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.